بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على شمس الوهابي بقلم حسن السقاف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ورضي الله عن الصحابة الأبرار، وبعد، هذا بيان فساد ما قاله شمس هداه الله تعالى فيما تعدى به على سماحة العلامة أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. ولقد أسرف شمس المذكور في التعدي على جهات علمية عديدة كمؤسسة الأزهر وجماعة من العلماء، وهو يظن نفسه الألمعي الذي لا يبارى ولا يجارى. وتصيد أخطاء الناس ممكن سهل، لأنه ليس هناك معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو جالسنا المذكورة دون أن يكون عند جهازه المحمول وهو بعيد عن كتبه لخرجت له عشرات وربما مئات الأخطاء العلمية كشيخه الألباني من قبل. وأبدأ بتصيده وصيده فيما أخطأ فيه، وهو يظن نفسه أنه قطع وشيجة كل خطيب وصار مرجعا للأمة، فأقول مستعينا بالله تعالى: افتتح المذكور كلامه ببيان أن فضيلة العلامة المفتي يتلفظ بكلمات غير مؤدبة في حق العلماء من أئمة السلف، ونسي أو تناسى أن ابن تيمية وغيره من أئمته ومشايخه الذين يدافع وينافح عنهم هم السبابون الشتامون حقا، وإن أظهر نفسه هذا المذكور أنه من أهل الأدب والخلق الرفيع. فابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن قبلهم من المجسمة والمشبهة يصفون السادة الأشاعرة بالمخانيث، وأنهم مخانيث المعتزلة، وهي من أشنع الكلمات القبيحة. وكتابنا قاموس شتائم الألباني يظهر مدى ما وصل إليه الألباني السلفي ومريدوه من الانحطاط الأدبي والخلقي في التعبير في حق مخالفيهم وخصومهم. وأما كلمة طبل المجسمة وزمروا بأثر مجاهد، فهذا مثل يضرب لمن فرح وطار في إذاعة شيء يريده. ومن هذه البابة حديث: زامر الحي لا يطرب. وقد قال فيه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: هو كلام صحيح في الغالب. أما قول سماحة المفتي المأفون فلا شيء فيه، كما يحاول شمس أن يوهم العامة وبعض الطلبة المبتدئين الذين لا يعرفون معناه والذين قد ينخدعون في بهرجاته. ففي صحاح الجوهري في مادة أفن قال أبو زيد: المأفون المأفوك، والأفن بالتحريك ضعف الرأي. فمعنى المأفون إذن صاحب الإفك وضعيف الرأي، والذين أثبتوا الخبر المنسوب لمجاهد يقعده على العرش وتركوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين في تفسير المقام المحمود بالشفاعة مأفونون، أي أفاكون أصحاب رأي ضعيف. وننتقل للكلام على ما روي أو حكي ونسب لمجاهد من تفسيره: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بأنه يقعده معه على العرش. فنقول: أوهم المكنى بشمس أن علماء السلف على ذلك، وأن هذا مما روي عن الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي، وأن مجاهدا كان تلميذا لابن عباس رضي الله عنهما، فهذا القول مروي عن ابن عباس وبالتالي عن الصحابة. والجواب على هذا وتزييفه من أوجه: أولا، أن قول عبد الله بن سلام الإسرائيلي يجاء بنبيكم فيجلس بين يدي الله على كرسيه الثابت عنه، هو من الإسرائيليات التي نقلها من فكره القديم، وليس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ذلك في الصحيحين، وهو تفسيرها بالشفاعة، وليس بما قاله ابن سلام الإسرائيلي من أنه يجلس بين يدي الله على كرسيه والعياذ بالله تعالى. ثانيا، أن هذا المروي عن مجاهد لم يثبت عنه، بل قد روي عن مجاهد أنه الشفاعة، فيكون الإقعاد على العرش من الخرافات المتلقاة عن أهل الكتاب، والدليل على ذلك أنها رويت عن ابن سلام الإسرائيلي، كما نص ابن كثير في تفسيره على أمور منقولة ومتلقاة عن أهل الكتاب، وأن هذا مما لا يعول عليه. حتى قال الألباني المتناقض من مختصر العلو: وذاك الأثر عنه، أي مجاهد، ليس له طريق معتبر،
فقد ذكر المؤلف أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يحيى القتات وجابر بن زيد، قلت والأولان مختلطان والآخران ضعيفان بل الأخير متروك متهم، انتهى. ثالثا، كل من روى حديث الشفاعة كصاحبي الصحيحين وغيرهم من الأئمة يقول بأن معنى المقام المحمود هو الشفاعة، وعلماء أهل السنة والجماعة يحكون ذلك، فقد قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد حاكيا عنهم، وقد روي عن مجاهد أن المقام المحمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش، وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية، والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته، وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك، فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة، انتهى كلام ابن عبد البر، وهو كلام صريح في دحض فرية أولئك المجسمة المنتسبين للسنة وأحمد بن حنبل والملبسين على الناس. وسننقل فيما بعد إن شاء الله تعالى كلاما للألباني فيه الإنكار على من يقول بأثر مجاهد من أولئك المحدثين المخرفين، ويحكم على حديث الجلوس والإقعاد في ضعيفته بأنه باطل موضوع. رابعا، الذين زعم شمس أنهم من علماء وأئمة أهل السنة وأنهم كانوا يقولون بعقيدة الإقعاد وأن من ردها فهو جهمي، جماعة من مخرفي السلف والمحدثين حقا. ولئلا نطيل بذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء وبيان حاله نختصر فنقول عن بعضهم أن شمسا ذكر بأن جملة القائلين بذلك محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وعده من جملة علماء وأئمة وأكابر أهل السنة والجماعة. والواقع أن ابن أبي شيبة هذا، وهو ابن أخي ابن أبي شيبة صاحب المصنف، كذاب وضاع، صرح بذلك أئمة الجرح والتعديل من السلف ومن نفس الطائفة التي ينتمي لها هؤلاء. وقد بيّن المحدثون أيضا أن ابن أبي شيبة هذا ممن يخترع الأقوال ويصنعها ويفبركها وينسبها للأئمة والعلماء. والنسر ما قيل فيه حتى يعرف القاصي والداني نماذج عن أئمة المدعو شمس المتبع للسلف. فأقول هناك 12 رجلا من السلف والأئمة قدحوا في هذا المأفون ورموه بالكذب، ومنهم عبد الله بن أحمد بن حنبل صديقه، فإنه قال عنه نعت الذهبي في تذكرة الحفاظ هذا المحدث الحافظ السلفي الإمام في الكذب بالحافظ البارع محدث الكوفة، مع أن أهل العلم في زمنه حملوا عليه في الكوفة فرحل إلى بغداد. وإليكم قول الحفاظ وأهل الحديث المتكلمين فيه. ألف، قال الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء الإمام الحافظ المسند، وجمع وصنف وله تاريخ كبير ولم يرزق حظا، بل نالوا منه وكان من أوعية العلم. وأما عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال كذاب، وقال عبد الرحمن بن خراش كان يضع الحديث، وقال مطين هو عصا موسى يتلقف ما يأفكون، وقال أبو الحسن الدارقطني إنه أخذ كتاب غير محدث، وقال أبو بكر البرقاني لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه. وفي كتاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث للمحدث برهان الدين الحلبي ما نصه، قال ابن عقدة سمعت عبد الله بن أسامة الكلبي وإبراهيم بن إسحاق الصواف وداود بن يحيى يقولون محمد بن عثمان كذاب، وزادنا داود قد وضع أشياء على قوم ما حدثوا بها قط. ثم حكى ابن عقدة نحو هذا عن طائفة في حقه. أما هارون بن معروف الذي تبجح شمس بذكره فيكفي أن ننقل بأنه اعترف على نفسه أن الله عاقبه فأذهب بصره لأنه آثر الحديث على القرآن. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، وقال أبو داود سمعت الثقة يقول قال هارون بن عوف رأيت في المنام قيل لي من آثر الحديث على القرآن عذب، قال فظننت أن ذهاب بصري من ذلك، فهو ترك آيات التنزيه وأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وأخذ بحديث الإقعاد وفسر به آية المقام المحمود وتبجح بذلك فعوقب. وليعلم كل إنسان منصف وكذلك شمس إن كان يريد الوصول للحقيقة أن هؤلاء المحدثين المجسمين الذين يقولون بالإقعاد لا يعتد بهم أي بقولهم في هذه القضية الخرافية الإسرائيلية،
وأن مقابلهم علماء آخرون في زمنهم يخالفونهم ولا يرضون مقالتهم. فقد ذكر الذهبي في تاريخه في حوادث سنة 317 ما نصه: الفتنة في تفسير آية، وهاجت ببغداد فتنة كبرى بسبب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقالت الحنابلة معناه يقعده الله على عرشه كما فسره مجاهد. وقال غيرهم من العلماء بل هي الشفاعة العظمى كما صح في الحديث، ودام الخصام والشتم واقتتلوا حتى قتل جماعة كبيرة. فالعاقل يأخذ بما جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عما روي عن مجاهد بسند ضعيف منقولا عن الإسرائيليات والقصص والحكايات التي يرويها أهل الكتاب لهذه الأمة. فهذا مختصر سريع الآن في بيان حال هؤلاء الذين يتبجح هذا المتمسلف بأسمائهم ويقول بأنهم أئمة العلم والسلف والمحدثين وأهل السنة والجماعة وغير ذلك. سادسا، أما الترمذي الذي احتار شمس فيه ورد فيه على الشيخ الفاضل الجليل، فسأجلب إن شاء الله تعالى كلاما طويلا فيه فيما بعد، لكن أختصر هنا فأقول: ألف، لم يستطع شمس أن يبين من هو هذا الترمذي عندما زعم أنه ليس هو الإمام الترمذي المعروف المشهور. ب: أن ابن تيمية رمى الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى بالتجهم أو الجهمية، أو بأنه يقول بتأويلات الجهمية. قال ابن تيمية الحراني في مجموع الفتاوى: فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله، وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، انتهى. فاعتبر ابن تيمية الترمذي هاهنا من جملة الجهمية. وهؤلاء المجسمة في عهد عبد الله بن أحمد ومحمد بن أبي شيبة وأمثالهم كانوا يرمون مخالفيهم من الأئمة والفقهاء والحفاظ من السلف إذا خالفوهم في أهوائهم العقدية التجسيمية بأنهم جهمية. وأضرب أمثلة على ذلك حتى يفهم من لا يفهم. قال الخطيب البغدادي في تاريخه: أخبرنا البرقاني قال حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي قال حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي قال حدثنا سعيد بن عمرو البردعي قال سمعت أبا زرعة وهو الرازي يقول: كان أبو حنيفة جهميا، وكان محمد بن حسن جهميا، وكان أبو يوسف سليما من التجهم. وقال الذهبي في الكاشف عن الإمام أبي ثور: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي أحد المجتهدين عن ابن عيينة وابن علية ووكيع، وعنه أبو داود وابن ماجة والبغوي والسراج وخلق، مات في صفر سنة 240، ثقة مأمون. قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة وهو عندي في مسلاخ الثوري. وفي طبقات الحنابلة: إبراهيم بن أبان المصلي عنده عن إمامنا مسائل، منها قال: سمعت أبا عبد الله وجاءه رجل فقال: إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه، فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال: هذا كلام سوء، هذا كلام جهم، هذا جهمي لا تقربوا. وفي طبقات الحنابلة: وقال زكريا بن الفرج: سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي، وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم على صورته فقال: إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا: فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. وأعود فأنبه فأقول مثالا آخر عن هؤلاء الذين يروون أثر مجاهد. قال الذهبي في العلو: وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله الخفاف، سمعت ابن مصعب وتلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: نعم، يقعده على العرش. ذكر الإمام أحمد محمد بن مصعب فقال: قد كتبت عنه وأي رجل هو. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة محمد بن مصعب: وعن يحيى بن معين ليس بشيء. وذكر عنه حديثا ثم قال: يحيى لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلا. وقال البخاري: كان ابن معين سيء الرأي فيه. وقال النسائي: ضعيف. وقال صالح بن محمد: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: صدوق في الحديث ولكنه حدث بأحاديث منكرة.
قلت فليس هذا مما يضعفه؟ قال نظن أنه غلط فيها. وقال سألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث ليس بقوي. قلت له إن أبا زرعة قال كذا، وحكيت له كلامه فقال ليس هو عندي كذا، ضعف لما حدث بهذه المناكير. وأما الخفاف فإنه كان هو بشار بن موسى الخفاف، فقد قال فيه ابن معين ليس بثقة، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال البخاري منكر الحديث، وكان من رهط أحمد بن حنبل. سابعا، بقيت مسألة حديث فهو عنده فوق العرش، حيث أورده شمس اعتراضا على كلام العلامة المحقق أحمد الخليلي حفظه الله تعالى، الذي قال بأنه إذا كان سيدنا محمد يقعد أو يجلس على العرش فإنه يكون شريكا لله تعالى. وإنما قصد العلامة في كونه شريكا أنه مشارك لله تعالى في كون أن الله ليس متفردا في كونه على العرش وحده كما يزعم المجسمة، وإنما معه شيء آخر مشارك له في ذلك. وبالتالي فهذه نظرية وعقيدة باطلة فاسدة. فاستدل شمس ليبطل هذه الفكرة التي أتى بها فضيلة العلامة بحديث إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. فتساءل شمس هل يعد هذا الكتاب شريكا أيضا لله تعالى بما أنه فوق عرشه معه أيضا؟ والجواب على هذا كما يقال أثبت العرش ثم انقش، لأن هذه الزيادة في الحديث وهي فهو عنده فوق العرش غير ثابتة، وإن رويت في الصحيحين، لأنه من تتبع ألفاظ الحديث في الصحيحين وعند الشيوخ وأقران صاحبي الصحيحين سيجد اختلافا في ألفاظ الحديث، وسيجد أن بعض ألفاظه خلو عنها. ففي مسلم ومسند أحمد وعند الحميدي شيخ البخاري في مسنده من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي، وكذلك بعده في مسلم مباشرة من طريق عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، وفي مسند أحمد لما فرغ الله عز وجل من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي، وفي صحيح ابن حبان حين خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه الرحمة أن رحمتي غلبت غضبي. فكل هذا وغيره مما لا نطيل بذكره يثبت أن زيادة ذكر العرش والعندية لا يثبت، وهو من جملة زيادات الرواة وتصرفاتهم. فعندنا وما نراه حسب المقاييس العلمية جملة فهو عنده فوق العرش مقحمة في النص، وخاصة أن هذا النص أقحمت فيه ألفاظ أخرى منها كتب بيده، لذلك قال شعيب الأرناؤوط وفريقه مخرجو مسند أحمد عن لفظة بيده صحيح، وزيادة بيده منكرة في حديث الأعمش، تفرد بها شريك النخعي وهو سيء الحفظ عنه، وخالفه ثقتان حجتان سفيان الثوري وأبو حمزة السكري فلم يذكراها في حديث الأعمش. وكم من لفظة أو حديث في الصحيحين ضعفه ابن تيمية والألباني وهم عمدة المرجعية عند السلفيين، بل لقد أمر أحمد بن حنبل بالضرب على أحاديث منها ما هو في الصحيحين كحديث لو أن الناس اعتزلوهم، يعني الأمراء والحكام. وكل هذا يبين لنا أن هذا الحديث دخلت فيه ألفاظ منكرة متنوعة. ثم لو صحت هذه اللفظة وليست كذلك فهي مثل قوله تعالى في الشهداء عند ربهم يرزقون، ولا يعني أنهم يجلسون بجنب الله تعالى. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. ولا يتعب أحد نفسه في إثبات ما أنكرناه ونفيناه في هذا الحديث، فإن عندنا أجوبة ندخرها لوقت الحاجة. وبذلك تهاوت جميع مزاعم شمس في تطاوله ورده على فضيلة العلامة المفتي أحمد الخليلي حفظه الله تعالى، وبالله تعالى التوفيق.